ورمس يا وزي ما شايفين عامل ازاي الشباب. اهو ان شاء الله الكنيسة هتقول لنا بقى اي حاجة ان شاء الله هتصلح شوية برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم ان شاء الله. النهاردة اول يوم رمضان، حبيت نقول لكم كل سنة وانتم طيبين في الفيديو المتواضع ده. انا كنت طالع كده في رشيد، على فكرة يا جماعة الحنش واكل في رشيد كويس خالص من على البر، ممكن تنزل عليه بدود الارض وممكن تنزل عليه بالجمبري الحي. انا طبعا عشان ربنا كرمنا بابو مسعود العش بتاعه، فهنقعد نصطاد في العش. هو تعبان البر اكتر من تعبان الغرق شوية، بس انا كده كده بنصطاد تشويح. طبعا انا عملت المقدمة دي بعد ما خلصت الفيديو بتاعي. هو ربنا كرمنا بحنشين ودنيسة وارستين، هنصورهم لكم في الجربندية. حبيت بس نسلم عليكم كده ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. احلى تحيه من عيش ابو مسعود، بيقولوا لي ابو رافق والناس الطيبه. انا مبعرفش عيش وياس المره الثانيه والله يا جماعه. وكل شويه عوض من النهارده الحاله، الصلاه على النبي، جمبري حي، الصلاه على النبي، وان شاء الله ليلتكم فل ان شاء الله. ربنا يوسع علينا ويرزقنا يا رب. احسن من ده، ايوه ده كانوا اثنين على فكره، علينا عوض ومن العوض. ربنا يعوض علينا وعليك يا رب. الله يوسع رزقك، ربنا يعوض علينا وعليك يا رب. على البركه يا جماعه، دي الصيده بتاعتي، تعبانين حلوين يعني ما شاء الله. ادي واحد اهو، وادي التاني، وادي ايه الدنيسه الخشنه. الحمد لله رب العالمين، صيده متواضعه كده، ويوم مسلي ويوم جميل. كل سنه حضراتكم بخير يا شباب.